أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: مارتيل اندلع عن نيران بسوق الديزا، ورجال المطافئ يصارعون للسيطرة عليها. ولدينا التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. شهدت مدينة مارتيل وبالتحديد سوق القرب منطقة الديزا حريقا مهولا، حيث شبت النيران بعدد من المحلات التجارية التابعة للسوق مخلفة هلعا كبيرا بين صفوف الساكنة. وعينت أخبارنا قدوم سيارات المطافئ على وجه السرعة، حيث تحاول في هذه الأثناء السيطرة على الحريق قبل امتداده، وساعد ذلك نزول الأمطار التي تشهدها المدينة منذ أزيد من ساعة. ووفق شهود العيان، فمن المرجح أن يكون انفجار قنينة غاز وراء اندلاع الحريق، حيث سمع دوي قويا امتد صداه إلى مختلف أرجاء المدينة.